الأخير الذي ورد، الداخلية المغربية تحدث عدد الوفيات والإصابات التي ارتفعت إلى 632 قتيلا و329 إصابة، بحسب ما ذكر الصحفيون الذين نتواصل معهم أن العدد الأكبر للقتلى هو في مركز حدوث الزلزال في منطقة الحوز. أيضا السلطات حتى اللحظة تسابق الزمن لمحاولة الوصول إلى المناطق التي قطعت طرق الوصول إليها بسبب سقوط أحجار من وصخور من الجبال في المناطق القروية وأغلقت طرق الوصول إليها. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.